صباح الخير ونهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك. الو صبحنا على قهيوه كيما مالفين الحال، مليح نهارنا دوما في ليل. مليح سافا دافي، مشو ما كانش البرد اللي تاع الايامات اللي فاتوا راح كل فوالا. الو لي طاسا دوما هدرت عليهم البارح في اللايف اللي درتو في انستغرام وراح لي دوماج. تفاصيلي سي بيان دوماج. هما شراتهم ليديا بنتي، شرات الكبيره تاعي وواحده صغيره تاع باباها، وفي زوز هما بلي سوتاس. منين شريتهم؟ شريتهم من زارا هوم. دونك زارا ما يبيعش غير القش، يبيع اوسي الحوايج تاع الدار، وعنده دو لا تري تري بون كاليتي اوسي. فوالا هادوما اللي يحبوا يشريو قرابش تاعهم شويه غاليين، مي بارابور على بلايص اخرين فريمون سي با فريمون شير. المهم قبل ما تشري لي هادوما رحنا صح معاها الكونفوراما، حبت تشري لو مبلا بيجو هذا، امام تو فيه مرايه وتزين به لا شومبر تاعها. هو شراته من لابورس تاعها، تتصرف فيها كيما حبت، ربي سهل عليها. مره شرت الميكرو، مره كل مره تشري حاجه، وكلهم من لابورس. دونك لو مبل ها هو فيه الضو، هو عجبها باسكو فيه الضو. هنا في الكارتون حبيت نصوره لكم باسكو بابا كاني مونتي فيه. فوالا السلامة، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. الوغ شوفوا درك راح ندير لكم لا ريسيت هذه، ومن بعد شوي راح ندير لكم لو لايف. دونك لا فيديو هذه كي نحطها لكم راح نحطها من ورا لو لايف اللي راح نديره لكم من بعد شويه. شوفوا انا ديسيديت لا ديرنيير مينوت باش ندير لو لايف باسكو من الصباح ما قعدتش، تعرفوا نقيده تاع رمضان ولازم كلش يكون محطوط واجد وكلش. اون بليس رحت قضيت من برا حوايج نقصوني في الدار. دونك فوالا الوغ حوايج اللي حابه نعطيهم لكم اليوم. الوغ اللي طلبتني في البراج، راني شريت الغرس، شريته هو بين طري، مازال ما جربتوش، مي كي درتو بين طري وبين من مليح. الوغ فابلي كي وين اللي مانيش هزه، مخدوم في لابلجيك، مخدوم في لابلجيك. بون انا جو بونسي جاي من بلاد، مي هو معمول في لابلجيك. المهم جو بونس بس مكتوب بالعربيه عجين تمور الغزال. المهم بعد نشوف منين جا و اون فيغا. فوالا هذا باش ندير به البراج، ندير به البراج نحطو دو كوتي باش كوم كوا باش تعرف بلي اني ما نسيتهاش. هذا لي قالت لي واش من قهوه نستعملها في الكافتير هادية. الوغ الكافتير هادية عندها قدام، عندها 9 سنين، 9 سنين. وين نروح؟ تروح معايا. فوالا لي عبالهم لي يعرفوني في البلاد راهم عبالهم بلي الكافتير تاعي وين نروح نديها معايا. القهوة اللي نشربها انا كارت نواغ اكسبريسو بيان سور، لا نيميرو 8، لا نيميرو 8 رقم 8. ها هي نيميرو 8، هذه هي اللي نشربها انا، هي قوية ومليحة وهك في المزاج. على هادو هما اللي حبيت ان نوريهم لكم، هادو هما باش نعطيكم بلي انا مانيش نسيتكم. ساعات نغيب ولا ما نجاوبش تمتم، مي اني متفكرة كلش. الوغ نحط القهوة تاعي هنا ونبدا لا غسيت نتاع اليوم. الوغ بلا رحت شريت شريت شوية حوت، عبالكم بلي في السمانة لازم على الأقل مرة حوت. الوغ شريت هذا لو روجي، شريتو الروجي هذا، وشريت السردينة. الوغ تحبوا تشريو السردينة، شوفوا شريتها مقشرة ومنحية لها هذاك السرسوم من داخل كيما نعيطوا له حنا، منحي لها. عاودت برك درت لها زوز مصميسات، زدت تشليلات زوز مرات شللتها سيتو. الوغ منين شريتها كيما هكا شريتها من عند وش اسمه نسيت اسمه اللي حل جديد بحدا اكسيون وان في واتيني، في واتيني يا ربي نسيت اسمه الحانوت تاعو. المهم في واتيني لبحث اكسيون حل الحانوت تاعو جديد، نقول لكم روحوا له اللي مازال ما شافوش وما راحولوش، راهو حانوت منظم ونظيف وعلى كيف. الوغ الخبز تاعو ما نحكي لكمش عليه، لي بريوش تاعو ما نحكي لكمش عليها، اللي هي الناس اللي تحب. دونك شريت هذا لو روجي وشريت السردينه. الوغ هذا راح نحطو دو كوتي، مانيش راح نطيبو اليوم، بصح السردينه راح نطيبها درك تشوفوني كيفاش. الوغ واش رايحه ندير؟ لو روبو هذا لو اشوار ماجيك تاعنا رايحه نحط فيه الثوم، الحوت راهو يحب الثوم ياسر.
نرحي فيه الثوم، ومع الثوم رايح نحط المعدنوس. الو نحط المعدنوس مع الثوم، نرحي كلش مع بعضها. المعدنوس ما تكثروش، حنا او نو ريحه الدبش هادي. او لا لا نسيت، او جاب ربي اوغوزمون بنحطها نحطها هنا علي، نحطها هنا ونجبد المعدنوس، نجبد المعدنوس تاعي. راه دوك تشوفوني كيفاش نديرو ايماجيني حوت بالدبشه، اي بورتون عبالي بيه شرا هز الدبشه. بون نجبد المعدنوس، ها هو انا نجبدو وندي منه طايف برك مش ياسر. فوالا نغسلو، الدبشة سي قصبرة جاب ربي فقت بيها غزمة. الوغ هادي معدنوس جون سوي سيغ. فوالا المعدنوس تاعنا واش نحط عليها درك، انا نحب كل شيء ترحى مع بعضها، باسكو كي ترحى مع بعضها راح يسيب لكم نكهة مليحة خير من بعد ما ترحيوه تحطولو. نحط مغرف معمرة مليح نتاع كمون، مغرف تاع قهوة معمرة مليح نتاع كمون، راح نزيد شوية. فوالا هذا الكمون، ونحط اوسي انا من الناس اللي يحطوا التابل والكاروية، القزبر والكاروية ما نكترش، نص مغرف برك ما نحطش ياسر. ونزيد نحط عليهم ابا هذه قرفة والفلفل اهو انا، ونزيد نحط عليهم بيان سور الفلفل الكحل. فوالا ونقفل كلش ونرحيه، ما نحطش من بعد نحط الفلفل الاحمر، تعرفوني مضروب عليه. انا ما حبيتش نحطه لهنا خاطر شوفوا كنت نحطه درك يسيب لي الحموره، هذا يولي احمر، وهذا لاباري تاعي لو بون تاعو راح يولي احمر وما تنحاش منه لا كولور. سي بور سا نحطه من بعد، انا حبيته يقعد لي كيما هكا. فوالا نبدا نرحي درك. نسيت ما حطيتش الزيت، نحط عليه شويه نتاع زيت زيتونه لي قالت لي تقول عليهم قراعي تاع ريحه. سي فغي سي فغي تقول عليهم قراعي تاع ريحه صح. نحط ابيبخي مغرف تاع ماكله زيت زيتونه. الملح بون نحط شويه ملح وسي شويه برك. ماما يلهيها، ماما روحي للشومبليون تلقاها. سينو باش نحط في الماكله ما نحطش، باسكو هذاني ما ياكلوها ليش كي تقول بها بالهريسه. الو نمسح هذا شوي، هلا واش مازال نحط
الو عندي هنا ولا لا؟ شوف الاخضر. نو 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 ما كانش نجيب من هنا. تحبوا تحطوا الكركم وسيه حطوه. انا مانيش حابه نبدل، مانيش راح نحط الكركم باش ما يتبدلليش لوكو تاع لوكو اللي نعرفوه تاعنا تاع السردينه. انا ما نحطش ما نحطهاش فوالا. حطيت ابوبخي مغرف تاع ماكله تاع فلفل احمر، فلفل احمر. انا نخلط كلش مع بعضه دركا. قلت لكم تحبوا تحطوا الهريسه راح تجيكم بنينه خلاص خير من هكا. خلط كلش مع بعضها. دوك تشوفوا كيفاش راح نعمل. با هي ماهيش سي با سورسي واش راح ندير، باسكو تعرفوا العفسه اللي راح نديرها تعرفوها الكل. جست نعاودها بر قدامكم. دونك نجبد الصحن، فوالا عندي صحن هذا. كيما قلت لكم راح نبدا نخدم بالسردينه. السردينه شوفوا منحيلها الشوك تاعها لي زافات منحيين وكلش جوست. ومش شريتها كيما هكا عند هذوكم تاع الحانوت اللي حل جديد تاع اللي بعد اكسيون تاع واتيني. فوالا الوغ رايحه نحط لا فارس نتاعي هكا ونحط ونقفل بالكعبه الثانيه. انتم حاولوا خيروا الكعب اللي قد بعضهم سينيور. فوالا ها نقفلها ونكمل الكعب نتاعي كل. انا نزرب درك نعمل هدية ومن بعد ندخل معاكم في اللايف في انستغرام نقعدوا نحكيوا شويه. مانيش رايحه ندير غسات اليوم معاكم. انا بناتي قبيله راحوا داروا شويه في لافيل وانا وبابا مشاو لنا حاجه. بون نقول لهم ربي يعيشكم. هي شرتها ليديا اونترنوا، شريتها ليديا، شريت لنا انتي كادو. ربي يعيشها لي وربي يعيش لكم وليداتكم الكل وربي يعيش لنا وليداتنا ولدي وبناتي في زوز. ربي يخليهم لي ان شاء الله. فوالا وان شاء الله ربي يعيش لكم وليداتكم انتم تاني وتفرحوا بهم. الو نحط، شوفوا راني قاعده نخير فيهم محسوب قد بعضهم. فوالا نحط هاك نقفل ونحط. فوالا نزيد هادي. جوي اسايي نخلي شويه فارس للحوت هذا للغوجي هذا. قبيله كي راح رحنا نشري وعجبوا غوجي واحد اخر، عجبوا واحد اخر هو شاف غير الشكل وكلش. انا وشفت شفت لو بري، ها لو بري. قال له اعطيني من هذا، قال له اعطيني كيلو من هذا الاخر فالغوجي الاخر. ونعيط انا واحد العيطه تقول شو واش صرالي. انا نو قلت له قاعد يخزر معايا تاع بالك صورته هذاك. قال لي وعلاه؟ قلت له هذا ب 7 يورو جو كوا لو ان قريب 7 يورو والاخر 19.90 الكيلو. قلت له نو نشري هذا وصلت على النبي ولا نشري تاع 19.90 انا سافا با. نو حتى ربع كعبات قال لي نحنا بركة. قلت له لا بابا حناني نو. كيما تقول سلفتي، تقول سلفتي عندها ولدها اسمه سفيان سلفتي الكبيرة. كي تهود حاجة كيما هكا اللي تدهشها وتدير تقول اشومك سفيان، اشومك سفيان. الوغ انا نقول هادو نقولو درك اشومك سفيان. نشري الحوت ب 20 يورو 20 يورو الكيلو الوغ كو كيلو ما يكفيناش، سورتو كي يعودو الدراري لهنا ما يكفيناش. هما يحبوا الحوت، يحبوا الحوت ولادي وباباهم يحبوا. انا مانيش من عشاق الحوت ياسر، هذا الغوجي نحبو ولا الميرنا سينو الباقي جام با ترو. فوالا ديما نخير الكعب الصغيرين. فوالا دوك نكمل برك هذه لا غوسيت وندخل معاكم في لو لايف. درك كي نهضر لكم على لو لايف تقولوا شبه هادي الوغ كان اليوم اوني سامدي و ولا لا فيديو هادي ممكن نحطها لكم جو سي با، يا نحطها غدوه العشيه يا نحطها نحطها لكم نهار نهار الاثنين. فوالا الوغ نكمل هذا كامل ومن بعد نرجع لكم.
الوغ الكعبه الاخرى ما عندهاش واحد اخرى اختها، دونك راح نديرها هاك ونقفلها هي بعد ندير في جهه هذه ونقفلها هاك سيتو، بس ما عنديش واحد اخرى اللي نحطها فوقها. فوالا هذه السردينه تاعنا. درك قعد لي هذا لو روجي، راح ندير له جوست في النص برك، نعمرو بلافارس هذه في النص، ومن بعد نخبي هذا. مانيش راح ناكلوه اليوم باسكو يا ربي ياكلوا لي هذه. فوالا انا نحط هنا دبشة، من بعد نهزها القزبر، من بعد نهزو. كيما يقولوا لي واش هي الدبشة؟ الدبشة احنا في عندنا بنعيطوا لها الدبشة، وهي راهي القزبر، القزبر، ولا كان يعيطوا لها حشيش مقطفة في الجزائر، في الجي عيطوا لها حشيش مقطفة، وحنا نعيطوا لها الدبشة. فوالا ها هي نحط كيما هكا برك جوست في الفيد هذاك، ونخبيهم بتاتخ جو سي با، يعود ما عنديش عشاء ولا، راح نطيبهم. فوالا دونك نحطهم ومن بعد شوي نطيبهم ونقول لكم اتو تابخ. علي فوالا شوفوا عندي هنا هذه الزيت ونصف ياسر، عندي هنا شويه نتاع فارينه، راح نرمد فيها الحوت نتاعي، نرمد فيها الحوت ومن بعد نحطها تتقلى كيما راهم كيما هكا بعد. فوالا ملاصقين ما تخافوش، ما تقولوش هو يطير ولا هذيكم تعرفوها كلها يعني وتقنوها، شكون ما يعرفش يعملها. انا ونحطو يتقلى السردينه ولا الحوت اون جينيرال ما ياخذش وقت طويل باش يطيب، دونك بدات ندورو مرتين برك نقلبو مره واحده في تو. هلا نزيدو شويه من الفرينه ونزيد نحطو يطيب. هلا هذا وفي شريتها من ألبي شريتها بارك، بس نوريها لكم. هاهي لبغوص، هذي لبغوص هذي تحكوا بها وكلش، تحكوا بها ومع تلك المنطف ترجعوها تبتي دامي فيها. تقدروا ديروا معها شكشوكة تاع طماطم، تقدروا ديروا معها دي فريت، ديروا معها واش حبيتوا نتوما. هذه هي الماكلة تاع الصيف احنا نقولوا. فوالا نستنى الجهة هذه طيب ونقلبهم على الجهة الأخرى تحمر شوية، بس كنا نحبهم فريمون حاتمين شوي، وبعدي طيب نحطها لهنا اي سي تو اي فوالا. ومن بعد نعطي لكم عشانا كي يحضر. الوغ السردينة تاعنا بعد ما تعبت، ان شاء الله تكون عجبتكم لاغيسيت نتاعي، هي جو سيك تعرفوها وبتات تعملوها خير مني لا غسيت هادية. المهم حبيت نشاركها معاكم اليوم، وفوالا تقدروا ديروها مع دي فخيت، مع شكشوكه، مع المهم انا راح ندير معاها دي فخيت وندير معاها سلطه، سلطه خضراء بالبسباس ايتو. فوالا هذا هو عشانا تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو والعشاء تاع اليوم، ونقول لكم تبقاو على خير ونتلاقى معاكم ان شاء الله في لا بروشين فيديو.